Hadir. Iya ya. Di Fauzia silahkan dimulai dari yang ada di layar silahkan. Halaman berapa Ustaz? Bukan halaman 203. Silakan. Assalamualaikum ya Syekh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sebentar, sebentar. Nanti akuan sinyalnya keluar. Oke, ini masalah dengan jaringan beliau. Kita coba tunggu lagi. Semoga bisa kembali masuk. Ini ada masalah dengan jaringan beliau. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radu bi an yakunu ma'al qawalifi wa tubi'a 'ala qulubihim fahum la yafqahun. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله نعم شيخ بالتخفيف وقعد لهم ليؤذن لهم بفتح اللام عن النون وليس بإدغامها ليؤذن لهم ليؤذن لهم هكذا ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا ليؤذن نعم لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينه قلت لا
تجدوا ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لله تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنوك وهم أغنياء رضوا وهم وهم نعم أغنياء وهم الميم إنما السبيل على الذين يستأذنونك إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أولياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضي عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغراما مغ اسكان اسكان ويتربص الغين اسكان الغين اسكان مغرما 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 مغرما
ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق ويتخذ ما يم ويت يتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. ولا شيء أمين. أمين. جزاك الله خير، بارك الله فيكم. selanjutnya silakan أخي عبد الله أزم. بسم الله. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب متقون وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا Sebentar, عملا saya keluar lagi. Sebentar, ini ada masalah dengan jaringan nampaknya. Mohon maaf. Sebentar, ditunggu sebentar. Mohon maaf. Kita coba Kau bantah ini halaman ya. Halaman Gimana? berapa nih? Halaman berapa? Kalau halaman di software halaman Alhamdulillah. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا
وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة أم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. وليحلفن إن أردنا إلى الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. أفمن أسس بنيانه أفمن أسس نقل بنيانه نقل نقل أفمن 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 نعم نعم أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف
على شفا جرف على شفا جرف نار فانهار به فانهار به. كيف يا شيخ؟ ماله جوت من هير فانهار في نار تقليل في الموضعين على شفا جروف هير فانهار به في نار نعم، على شفا جرف هار فانهار به فانهار به، على شفا جرف هار فانهار به فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي لا ينال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم يقاتلون في سبيل الله يقاتلون إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. هذا شيء. وعدا نعم عليه حقا وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى نعم كسب بعهده كسب من الله. وعدا عليه هذا شيء. حقا في التوراة والإنجيل والقرآن بالكسر في التوراة. نعم. وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. هكذا بارك الله فيك. Baik, terima kasih. Barakallahu fikum. dan Semoga Allah khair. Selanjutnya, silakan. Akhi Sofyan. Assalamualaikum ya Ustaz. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون السائحون الراكعون الساجدون لا
السائحون الراكعون الساجدون الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان لنبي والذين آمنوا ماذا يا شيخ؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم. أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ذي قربى بس فقط بدون أن يسموه. استغفروا بدون مد. أولا. لا يوجد مد بعد قرب، لا أولي القرب من بعدها. أولي قرب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ. إن إبراهيم لأواب حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداه. ما فيش مد كذلك بعد إذ هداه حتى نعم شيخ بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذي أنا ما شاء الله نعم المهاجرين والأنصار الذين تبعوا والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. إنه بهم رؤوف رحيم.
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم. نعم. دو هلمن. Oh, نعم. Apa ini sih? Syukur. Apa ini sih? Ya, terima kasih. Barakallahu fikum. Selanjutnya, Ukti lain. Silakan. Nah, Ustaz. Assalamualaikum ya, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari walyajidu fikum ghilzah
واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. رجساني ده نعم يا شيخ، رجسا فزادتهم رجسا رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض من أين إلى بعض نعم نظرة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل نعم بالمؤمنين رؤوف عفوا نعم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ر تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أكان للناس عجبا Ajabana, akadnya Syekh, ajabana. Afan ya Syekh. Ajabana nauhanna. Mana ajabana nau. Ajabana nau. Ajab.
عجباني عجبا له عجب. ايوه عجبا له عجبا أو. نقل بنقل. نعم أكان للناس عجبنا نوح عجبنا وحينا إلى رجل منهم إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من نعم يا شيخ وآمنوا يا نعم يا شيخ الذين نعم الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون إن في نعم نعم يا شيخ نفصل الآيات الله أكبر عفوا نفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون خلاص يا شيخ عفوا جزاك الله خير نعم أنتم بارك الله فيكم نعم أن semuanya sudah baca ya alhamdulillah ada puan tak bertanya boleh tak iya silakan di tadi di ayat at-taubah ya
At-Taubah ayat yang ke 126 dengan di kalimat Rijsan Ila. Ketika membaca di surat At-Taubah juga di bawahnya 128 min ahadin dibaca minadin. Di Quran saya dan di Quran satunya lagi itu yang rijsan ila itu tidak dibaca rijsan ila. Itu ayat gimana? berapa tadi? 100 berapa? 126 rijsan ila dengan Ayo sana. 128. Ayo sana. 125 mungkin, Ustaz. 125. Oh, beda beda ayat ya, maaf. Afwan, apa beda ayat? Oh, beda. Beda ayat, Masya Allah. Afwan, Afwan. Di situ ayat yang ke 125, Afwan. Kalau di sini 126. Di sini 125 dengan ayat 127, Afwan. Beda ayat, beda ayat. Nah, ini sana. Ya. هناك مكتوب في الشاشة رجزا إلى يا شيخنا رجزا إلى رجزا إلى في آية يعني 125 dan di ayat berapa tadi yang keduanya 127 ya min ahadin di situ bilangnya min mina kan min ahadin min ahadin ya Syahna. Karena juga nah apa yang menjadi pertanyaan? Kalau 29. Di Quran 125 dengan 127. Ana. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan ada perbedaan apa gimana karena di Quran saya di sini itu dua Quran ya, Quran luar semuanya. Di situ rizan ila itu tidak dibaca rizan nila. Ini anda. عند هذا الرجل يا شيخ هناك في القرآن غير مكتوب هكذا يا شيخ لا نقرأ برجزان لا يعني في هناك مصحفين يا شيخ هنا مكتوب يعني يختلط بهذا يعني بالقراءة الأولى الأول مكتوب رجزان لا والثاني غير مكتوب يعني ليس هناك المقال يا شيخنا كيف ماذا رجسان استاذ ساكنه موجود النقل من احد وموجود رجسان التنوين بعده امس عفوا النقل موجود النقل غير النقل موجود النقل موجود الو اي نعم نعم يا شيخ كيف هل تسمع نعم 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 ماذا النقل موجود في كلمتين موجود النقل لجسان الى seharusnya ada dua موجود نعم karena ada tanwin di situ kata Syekh ada tanwin di situ dan ada nun yang mati di situ jadi seharusnya memang memang ada di situ perubahan seperti yang tertulis di layar begitu kata Syekh. Gitu ya. Tidak masalah ya insyaallah ya. Ya barakallahu fiik. Syukran syukran. Barakallahu fiikum jazakallahu khair. Baik, ada lagi pertanyaan? Ini sudah adzan di saya katanya. Oh, sudah adzan. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan. Halo, sudah? Halo. Halo. Baik. Nah, insyaallah nakhtafi bi hadzal qadr insyaallah. Ya Syekh, barakallahu fiikum. Nasallahu subhanahu wa ta'ala. أن يبارك الأعمال والأعمار نسأله سبحانه وتعالى جعلنا من أهل القرآن الذي مهله وخاصته ونختمنا بالصالحات صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته sampai halaman berapa ya جزاكم الله خير sampai ayat 8
ayat ke-6, ayat Amin. ke-6 surah Yunus. Baik, barakallahu fiikum, jazakallahu khair. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala alfa dan lupa, khilaf, serta hal-hal yang tidak pada tempatnya. Mohon maaf. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Jazakumullah khairun, Syekh.